وينضم إلينا من بيروت الدكتور أمين حطيط، خبير ومحلل عسكري. أهلا بك دكتور أمين. أهلا بكم دكتور أمين. نبدأ من التقدم السريع لقوات النظام في ريف إدلب. فمنذ يعني بدء الهجوم الأعنف الخميس الماضي، سيطر النظام على 30 قرية بحسب المرصد السوري. كيف يفسر هذا التقدم السريع؟ العملية العسكرية التي تتم حاليا في إدلب هي عملية مخططة ومقررة بعد أن استنفذت سوريا كل الوسائل التي إلى تحرير هذه المنطقة من غير قتال، وبالتالي لحظة لهذه العملية مراحلها وفقا للتكتيك العسكري من ترسيم للمشهد الميداني أولا، ثم تمهيد ناري، ثم العمل على خطوط مختلفة على محاور متعددة. هذه هي الخطة العسكرية. أفقدت المسلحين قدراتهم على الصمود والثبات في مواقعهم، ومكنت الجيش العربي السوري من الانطلاق بسرعة نحو أهدافه. لذلك شهدنا كيف أن العملية تنجز أهدافها بسرعة فائقة. كل ذلك عائد إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول حسن التخطيط، الأمر الثاني الدعم الناري الكثيف الذي يؤدي إلى تطبيع بنية الجهاز الدفاعي للمسلحين، والأمر الثالث المرونة والخبرة التي امتلكها الجيش العربي السوري في العمل في الميدان. طيب دكتور أمين، يعني أمام هذا التقدم باتجاه معرة النعمان، أصبحت النقطة العسكرية التركية في قرية الصرمان مطوقة من ثلاث اتجاهات، ولا ننسى أيضا أن هناك نقطة تركية في مورك بريف حماة أيضا محاصرة منذ بضعة أشهر. إذا ما هو مصير هذه النقاط بعد حصارها، ولماذا ما زالت موجودة؟ أنا أعتقد أنه لن يبقى في نتيجة هذه العملية نقطة أو مركز خارج قيادة وأسرار الجيش العربي السوري. فبالتالي إذا تم تصفية هذه الجيوب باتصالات ووساطات يكون الحل سلميا، وإن لم يحصل ذلك فأعتقد أن المواجهة حاصلة لابد بشكل أكيد، لأن سوريا بعملياتها العسكرية لا يمكن أن تترك جيوب ولا يمكن أن تقبل بحصار مواقع لها أو بقاء جزر في عمق المنطقة التي تسيطر طيب عليها. دكتور أمين، اليوم هناك وفد تركي سيزور روسيا للبحث مع المسؤولين الروس الوضع السوري وخاصة إدلب، كما قال ذلك رئيس النظام التركي. هل ستغير هذه الزيارة والمباحثات من واقع المعارك في إدلب شيئا؟ أنا أعتقد أن تركيا التي ماطلت وسوقت كثيرا في الماضي كانت تظن أن سوريا لن تقدم على عملية عسكرية تستهدف فيها أكثر من 65 ألف إرهابي مسلح في منطقة إدلب، ولذلك كانت تراهن على مسألة الوقت الذي يثني سوريا عن هذا القرار. لكن تبين لتركيا سوء حساباتها وخطائها في هذه المسألة بعد أن انطلقت القوات العربية السورية بعملياتها لتحرير لعملياتها الكبرى للتحرير. لذلك أعتقد أنها اليوم ستعود تستنزج بروسيا حتى تخفف من وطأة الهزيمة، وأن يتاح لها الخروج من الميدان بأقل قدر من الخسائر. فبالتالي هذه الاتصالات التركية الروسية اليوم لن يكون من شأنها إقبال أو وقت العملية كما كانت يجري في السابق، بل قد يكون بحثا عن مخارج تبعد وجه الهزيمة أو مظهر الهزيمة عن الوجه التركي. أشكرك جزيل الشكر الخبير والمحلل العسكري الدكتور أمين حطيط، كنت معنا مباشرة من بيروت.